نزلت شفت ابوي. نروح نرقص بعرس البنت وابوك ضايع مختفي. وانا كمان كاسر عيننا من اللي شافه بدبي واحداث دبي. ابوي راح عشان انا جيت؟ ما بعرف ليش راح. بنات وصلنا عشان الله ببهدلكم وخيف الله بشلح. السلام عليكم عمي، احنا بنات عبد الرحمن. كلكم بناته؟ عايشوا. اه على الاغلب يعني ابوي ضايع ولسه مش ملاقينه، وابصر شو رح نعمل اذا لقيناه. جوزي لسه ما برد؟ اي امه كيفك حبيبي؟ لا كثير هيك كثير مقهوره وزعلانه عشانك، بس انت لوحدي. قبلان يا عمتو انا كله تمام. كاني عامله جريمه. عامله علينا شريفة مكي هلا؟ ولك انا عبدة الله سبحانه وتعالى ولي الفخر. نفسي اعرف ايش الناس رح تحكي اذا بتعرف حقيقه بنتهم هلا. ابوكم بحبكم بس بحبنا بس ايش يا اختي يا زينب؟ اه الناس بترحمش بس هو كمان ما رحمنيش. ايش انتوا سامعين؟ ايش مش عم نفتح الباب؟ تعالي تعالي انا ما نزلنا من هون. وكم نسيتوا انه نكون احنا بنات لحالنا بالبيت؟ هو يعني بنات لحالنا؟ ليش بتضلي تكذبي؟ بتقولش لحد.